ومعك ليلى دائما على راديو أصوات، مسابقة جديدة مع دمتي، مسابقة خفيف ظريف. هذه مسابقة ديال بابيوت. البابيوت واحد الطريقة ديال طياب سهلة جدا ورائعة، وغادي تخليك ليلى تربحي بزاف ديال الوقت. دمتي كتقترح عليك نكهات متنوعة في البابيوت، واللي غادي تطيبي الدجاج ديالك بهاد النكهات ولا هاد المنسمات في أكياس اللي كتحافظ ليلى على الطراوة ديال الدجاج، وفي نفس الوقت غادي تحافظ لك على المذاق. فمرحبا بكل أخوات باش تشاركوا معنا في هذه المسابقة. واللي بغيت نقول لكم بأنه في النهاية ديالها في انتظار الفائزة إن شاء الله واحد الفران دايزو الكلام، فران كهربائي. فمن دابا من دابا كنقول لكم ضعفوا الحظوظ ديالكم، ومن دابا الفائزة كنقول لها لاله بصحتك وراحتك الفران. وأول متسابقة معنا هاد الصباح من مدينة أكادير، أمينة. يا أمينة صباح النور، اش اخبارك ولاباس عليك؟ الحمد لله اختي لمياء، صباح الخير. صباح الورد، كي دايره؟ عواشركم مباركه علينا وعليك. الله يكبر بك. شخبار الناس اكادير؟ لاباس عليهم الحمد لله. الحمد لله. السلام عليك اختي لمياء. الله يكبر بك امينه. انت اليوم غتشاركي معنا ببابيوت ديال الدجاج بواحد الخلطه ديال التوابل بمذاق المقلي. أيه. يا سلام، بعد الطبق ديالك انا شفتو ما شاء الله، الله يعطيك الصحه، كيبان كيشهي. الله يبارك فيك اختي. يلا تفضلي ناخذ الطريقه اللي حضرتي بها الطبق امينه. الطبق ديالي هو عباره عن مكرونيه بالمايونيز وحاجه ديال الدجاج. ايوه. بخلطه تاع توابل الدجاج. مذاق المقلي ديال دمتي طبعا. ايوه. اش المكرونيه اولا كنسلقها مع شويه ديال الملح وشويه ديال الزيت ومعلقه ديال التوابل ديال الدجاج يعني اللي خدمت بها، كنخليها كطيب على جنب. من بعد كناخذ دوك الجنيوحات ديال الدجاج. ايوه. اللي درت لهم الخلطه تاع التوابل ديال الدجاج بمذاق المقلي ديال طنطي. ايوه. من بعد كنديرهم في الكيس ديال الفرن الخاص بالدجاج. من بعد كنثقبها بعويدات الكيغدو. وليكون ديجا زدت عليها شويه ديال الزيت، العود وضريس تاع الثومه. كنخلط دوك الجنيوحات نديرهم في الكيس، كنثقبهم بالكيغدو. من بعد كنخليها كطيب في الفران. ملي كنحس بها طابت مزيان كنخرجها. كنشد المكرونيه ديالي كنخلطها بالمايونيز. كنحطها في الطبق ديالي اوفال، كنسقسها على داك الشكل اللي شفتو في الصوره. من بعد كنشد دوك الجنيوحات نسقسهم ديك على داك الشكل جناب بهذه الطريقه. من بعد زين الطبق ديالي بشويه ديال الازير. أيوة. هذا هو الديكور النهائي ديال الطبق ديالي. اهلا، لا عطاك الله الصحه والراحه، تبارك الله عليك يا امينه. وكنقول لك راك غتشاركي معنا ان شاء الله في القرعه اللي غتكون في نهايه المسابقه، وفي انتظار الفائزه ان شاء الله فران كهربائي دايزو الكلام. تبارك الله عليك امينه، ونخلي لك كلمه اخيره لكل اخوات اللي كيتابعونا باش تشجعيهم يشاركوا في المسابقه ديال بابيوت. ايه، كنقول الاخوات كاملين يشاركوا ويضعفوا الحظوظ ديالهم ان شاء الله يكون خير، وغادي توكل على الله وما يكون ان شاء الله غير خير. هذا داكشي اللي كاين، حنا تكون النيه ديالنا مزيانه وربي كياتينا بالخير. تبارك الله عليك امينه، شكرا لك، واحد موافق لكل الاخوات. باش تشاركي معنا لاله في فقره ظريف خفيف او خفيف ظريف مع دامتي، وتحضري الطبق ديال الدجاج بابيوت، انت غتختاري النسمه اللي بغيتي وغادي تحضريها، وغادي تصوري لنا الطبق مع دامتي اللي استعملتي ديال بابيوت، وغتصيفطها لنا في رساله عبر الواتساب على الرقم 07 01 01 86 86. حد موافق لكل الأخوات.